ان احنا هنكريتي الويب ابلكيشنز بالهوست هيدر ايه؟ بالهوست هيدر بتاعنا. يبقى بعد كده هنروح نكريت الويب ابلكيشنز، او الويب ابلكيشن مثلا هنكريته هو عباره عن مثلا ايه؟ الفاينانس. فتعالى نشوف ايه؟ هنبدا نكريت الفاينانس ازاي ونديه الهوست هيدر الخاص بينا. فهنبدا اهو نروح لماكينه الشير بوينت. تمام؟ هقول له نيو ويب ابلكيشن. واول حاجه هنعملها ايه؟ هي الفاينانس. سنتر ادمنستريشنز نيو ابلكيشنز. تمام؟ وهبدا اضيف ايه؟ البورت بتاعي هضيفه من هنا هيكون عباره عن 8. تمام؟ الهوست هيدر اللي احنا عملناه بقى اللي كان اسمه finance.contoso.com. تمام؟ هو كده كده هتلاقي اوتوماتيك عمال يغير لي الاسم اللي هيصدر على الاي اس. تمام؟ يبقى ده الهوست هيدر في الاخر انا عايز ايه؟ افصل له finance.com. شرحنا كل الحاجات دي كلها، هنسيب كل الحاجات دي از ديفولت. تمام كده؟ فتعني ايه؟ حد عنده اي مشكله هنا؟ فين ادمن؟ ادمن 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 الكونفيجر. ممكن نخليه اي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندي، طبعا انا كنت مكاري الاثنين دول فمش مشكله. هنسيبه از ديفولت يعني. تمام؟ بس فكرتني. طيب الداتا بيز نيم بدل ما يكون اسمها كبير كده وانت مش عارف دي بتاعت مين، انا بس هنغير اسمها كده. تعال نغير كده دبليو اس كونتين اندر سكور فاينانس. تمام؟ هو الكونفيجر ده خاص بالابلكيشن بول اللي هو اللي كاريت ده. يعني اليوزر ده هم عاملينه في از ديفولت عندهم عشان بس ايه؟ لو حد هيغير في الابلكيشن بول الخاصه بالابلكيشن ده. احنا غيرنا في مين؟ في الداتا بيز نيم عشان اقدر لما اروح للسيكول سيرفر اقدر اشوف الداتا بيز دي تخص ايه مين، عشان بعد كده الادمنستريشن بيروح يعملوا باك اب كل شويه للداتا بيز بتاعت اي ويب ابلكيشنز، فيعرف ان هو يعمل باك اب لان هي داتا بيز. بص احنا ممكن نتكلم في ايه؟ خلاص اي سينك كده ايه؟ كده زي الفل مش محتاج حاجه. هقول له ايه؟ هقول له اوكي. هياخد تايم شويه في كرييشن. طيب انا كده الويب ابلكيشن عندي هو ايه؟ كريتد اهو. لو جيت رحت للاي اس وعملت هنا في السايت ريفرش فيظهر عندي الويب سايت الجديد اللي اسمه ايه؟ finance.com. فاضل لي هنا خطوه صغيره جدا بس انا عايز اتاكد بس ان هو خلاص. ازاي نعمل بقى نربط الاي بي ده مع اليو ار ال اللي موجود عندي في الويب سايت عشان الريكوست الويب سايت ده؟ عندنا كده في اليمين خالص عندنا حاجه اسمها ايه؟ بايندنج. ايه بايندنج؟ فيبدا يقول لي اهو على الويب سايت بتاعنا فين الاي بي ادرس؟ اقول له اديت واديله الاي بي ادرس بتاع مين؟ اهو وادي الهوست نيم بتاعنا اللي احنا عملناه. تمام؟ بس انا عايز اربطه مع الاي بي ادرس اللي احنا ايه؟ عملناه. فانا اقول له 172.16.1.41. اقول له اوكي اوكلوس. يبقى انا وصلت لها من مين؟ من بايندنج 172.16.1.41. ودي كانت الخطوة الأخيرة. في حاجة تاني عملنا خلاص خلصنا ايه البايندنج اهو بس. تمام؟ دي اخر حاجه. من ضمن الحاجات برضو عشان زمان بقول لكم عمليه الديسيبل لوب باك تشيك دي ان احنا نعمل حاجه اسمها الديسيبل لوب باك تشيك عشان ما يقعدش كل شويه يلوب على الاي بيز اللي عنده عشان يطلع لك الفاينانس. ففي كوماند كده اصلا مشهور عندنا عشان احنا نعمل ديسيبل ليه؟ للوب باك. تمام؟ طيب قبل ما نعمل سيف لوب باك ده تعالى نكاري تحت السات كوليكشن ده او تحت لوب ابلكيشن سات كوليكشنز. انا بس عايز حاجه اخيره بس عشان ما يكونش عندنا مشكله، نعمل ريستارت للماشين بتاعه الدي سي عشان يحس بكل التغيرات اللي احنا ايه عملناه.
يعني انا ممكن اجي كده بعد ما خلصت لوب ابلكيشنز، تعال نعمل ريستارت للماشين الخاصه بالدي سي. فين اهي، وقول له ريستارت. هيكون دلوقتي ان انا عندي الافيلت هنا كريتي سات كوليكشن عشان اقدر اتست الويب سايت بتاعي ده. فانا هاجي تحت، هرجع الابلكيشن مانجمنت، او هتلاقي عندك تحت سات كوليكشن في عندك حاجه اسمها كريت سايت كوليكشنز. ايه، اتاكد ان انت مختار الويب ابلكيشن بتاعك اللي اسمه شيت بوك، سوري اللي اسمه ايه، فاينانس دوت اي كونتورز. اه اتاكد ان انا ايه، عندنا ممكن يكون عندك اكتر من ابلكيشن، اختار اللي انت ايه متاكد فاينانس كونتورز دوت اي دوت كوم، اختاره عايز الاكل. اقول لك ايه التايتل بتاعك، تمام؟ ممكن تقول اي حاجه، مثلا تيم سايت، اي كان اللي انت عايز كريته، تيم سايت او مين، تمام. لسه بقى هنتكلم في الباس ده، هنجيله ان شاء الله. في عندي حاجه اسمها ديفاين مانج باس، هنجيلها. هنختار تيم سايت، اليوزر نيم بتاعنا او الادمين هو ايه، ادمنستريتور. واقول له ايه، اوكي، ربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا عملناها دي. ايه؟ اه اوكي، بعد ما تخلص ضفت التيم سايت الحاجات دي كلها هندوس اوكي. بعد ما كانت يو ار ال هضغط عليه كليك كده، حاجه ظريفه ان هو يعني ده تفاؤل خير، يعني هو طلب مني يوزر نيم وباسورد، تمام. انا بالنسبه لي ما دام هو طلب مني يوزر باسورد ان شاء الله ايه هتشتغل يعني. فانا اقول له ادمنستريتور وباسورد بسم الله. اه اللينك يعني، وممكن يقول لك ده هو مش لاقي الاي بي، مش لاقي الادرس، يبقى احنا عندنا مشكله نلف بقى ورا الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها. الحمد لله وصلنا في الاخر اهو. الدومين بتاعنا اللي عملناه finance.contos.com عشان اقدر اشغل مين، الويب ابلكيشن ده، تمام. فاحنا كده وصلنا ان احنا ربطنا الهوست هيدر باي بي مع ويب ابلكيشن عشان يطلع لنا بالمنظر اللي احنا شايفينه، تمام. اتمنى ما اكونش طولت عليكم ولا ضايقتكم يعني.